سفر الخروج الأصحاح 37. وصنع بصلئيل التابوت من خشب الصمت، طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه ذراع ونصف، وغشاه بذهب نقي من داخل ومن خارج، وصنع له إكليلا من ذهب حواليه، وسبك له 4 حلقات من ذهب على 4 قوائمه، على جانبه الواحد حلقتان وعلى جانبه الثاني حلقتان، وصنع عصوين من خشب الصمت وغشاهما بذهب، وأدخل العصوين في الحلقات على جانبي التابوت لحمل التابوت، وصنع غطاء من ذهب نقي طوله 2.5 ذراع وعرضه 1.5 ذراع، وصنع كروبين من ذهب صنعة الخراطة صنعهما على طرفي الغطاء، كروبا واحدا على الطرف من هنا وكروبا واحدا على الطرف من هناك، من الغطاء صنع الكروبين على طرفيه، وكان الكروبان باسطين أجنحتهما إلى فوق، مظللين بأجنحتهما فوق الغطاء، ووجههما كل الواحد إلى الآخر نحو الغطاء كان وجها الكروبين. وصنع المائدة من خشب الصمت طولها 2 ذراع وعرضها 2 ذراع وارتفاعها 1.5 ذراع، وغشاها بذهب نقي، وصنع لها إكليلا من ذهب حواليها، وصنع لها حاجبا على شبر حواليها، وصنع لحاجبها إكليلا من ذهب حواليها، وسبك لها 4 حلقات من ذهب، وجعل الحلقات على الزوايا 4 التي لقوائمها 4. عند الحاجب كانت الحلقات بيوتا للعصوين لحمل المائدة، وصنع العصوين من خشب الصمت وغشاهما بذهب لحمل المائدة، وصنع الأواني التي على المائدة صحافها وصحونها وجاماتها وكأساتها التي يسكب بها من ذهب نقي، وصنع المنارة من ذهب نقي صنعة الخراطة صنع المنارة قاعدتها وساقها، كانت كأساتها وعجرها وأزهارها منها، وست شعب خارجة من جانبيها، من جانبها الواحد 3 شعب منارة ومن جانبها الثاني 3 شعب منارة، في الشعبة الواحدة 3 كأسات لوزية بعجرة وزهر، وفي الشعبة الثانية 3 كأسات لوزية بعجرة وزهر، وهكذا إلى 6 الشعب الخارجة من المنارة، وفي المنارة 4 كأسات لوزية بعجرها وأزهارها، وتحت الشعبتين منها عجرة، وتحت الشعبتين منها عجرة، وتحت الشعبتين منها عجرة، إلى 6 الشعب الخارجة منها، كانت عجرها وشعبها منها جميعها خراطة واحدة من ذهب نقي، وصنع سرجها 7 وملاقطها ومنافضها من ذهب نقي، من وزنة ذهب نقي صنعها وجميع أوانيها، وصنع مذبح البخور من خشب الصمت طوله 2 ذراع وعرضه 2 ذراع مربع وارتفاعه 2 ذراع، منه كانت قرونه، وغشاه بذهب نقي سطحه وحيطانه حواليه وقرونه، وصنع له إكليلا من ذهب حواليه، وصنع له 2 حلقات من ذهب تحت إكليله على جانبيه، على الجانبين
بيتين لعصوين لحمله بهما. وصنع العصوين من خشب الصمت وغشاهما بذهب. وصنع دهن المسحة مقدسا والبخور العطر نقيا صنعة العطار. الأصحاح 38. وصنع مذبح المحرقة من خشب الصمت، طوله 5 أذرع وعرضه 5 أذرع مربع، وارتفاعه 3 أذرع. وصنع قرونه على زواياه الأربع، منه كانت قرونه، وغشاه بنحاس. وصنع جميع آنية المذبح، القدور والرفوش والمراكن والمناشل والمجامر، جميع آنيته صنعها من نحاس. وصنع للمذبح شباكة صنعة الشبكة من نحاس تحت حاجبه من أسفل إلى نصفه. وسكب 4 حلقات في 4 الأطراف لشباكة النحاس بيوتا للعصوين. وصنع العصوين من خشب الصمت وغشاهما بنحاس. وأدخل العصوين في الحلقات على جانبي المذبح لحمله بهما، مجوفا صنعه من ألواح. وصنع المرحضة من نحاس وقاعدتها من نحاس، من مراء المتجندات اللواتي تجندن عند باب خيمة الاجتماع. وصنع الدار إلى جهة الجنوب نحو التيمن، أستار الدار من بوص مبروم 100 ذراع، أعمدتها 20 وقواعدها 20 من نحاس. رزز الأعمدة وقضبانها من فضة. وإلى جهة الشمال 100 ذراع، أعمدتها 20 وقواعدها 20 من نحاس. رزز الأعمدة وقضبانها من فضة. وإلى جهة الغرب أستار 50 ذراعا، أعمدتها 10 وقواعدها 10. رزز الأعمدة وقضبانها من فضة. وإلى جهة الشرق نحو الشروق 50 ذراعا، للجانب الواحد أستار 15 ذراعا، أعمدتها 3 وقواعدها 3. وللجانب الثاني من باب الدار إلى هنا وإلى هنا أستار 15 ذراعا، أعمدتها 3 وقواعدها 3. جميع أستار الدار حواليها من بوص مبروم، وقواعد الأعمدة من نحاس. رزز الأعمدة وقضبانها من فضة، وتغشية رؤوسها من فضة. وجميع أعمدة الدار موصولة بقضبان من فضة. وسجف باب الدار صنعة الطراز من أسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم، وطوله 20 ذراعا وارتفاعه بالعرض 5 أذرع بسوية أستار الدار. وأعمدتها 4 وقواعدها 4 من نحاس. رززها من فضة، وتغشية رؤوسها وقضبانها من فضة. وجميع أوتاد المسكن والدار حواليها من نحاس. هذا هو المحسوب للمسكن، مسكن الشهادة، الذي حسب بموجب أمر موسى بخدمة اللاويين على يد إيثمار بن هارون الكاهن، وبصلئيل بن أوري بن حور من سبط يهوذا، صنع كل ما أمر به الرب موسى. ومعه أهولياب ابن أخي سماك من سبط دان، نقاش وموش وطراز بالأسمنجوني والأرجوان والقرمز والبوس. كل الذهب المصنوع للعمل في جميع عمل المقدس، وهو ذهب التقدمة
29 وزنة و700 شاقل و30 شاقلا بشاقل المقدس. وفضة المعدودين من الجماعة 100 وزنة و1700 شاقل و75 شاقلا بشاقل المقدس. للرأس نصف، نصف الشاقل بشاقل المقدس. لكل من اجتاز الى المعدودين من ابن 20 سنة فصاعدا. ل600,000 و3,550. وكانت 100 وزنة من الفضة لسبك قواعد المقدس وقواعد الحجاب. 100 قاعدة ل100 وزنة، وزنة للقاعدة. و1,700 شاقل و75 شاقلا صنع منها رززا للأعمدة وغش رؤوسها ووصلها بقضبان. ونحاس التقدمة 70 وزنة و2,000 و400 شاقل. ومنه صنع قواعد باب خيمة الاجتماع ومذبح النحاس وشباكة النحاس التي له وجميع آنية المذبح وقواعد الدار حواليها وقواعد باب الدار وجميع أوتاد المسكن وجميع أوتاد الدار حواليها. سفر المزامير، المزمور 34. هلما أيها البنون استمعوا إلي فأعلمكم مخافة الرب. من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الأيام ليرى خيرا؟ صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. حد عن الشر واصنع الخير، اطلب السلامة واسعى وراءها. عينا الرب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم. وجه الرب ضد عامل الشر ليقطع من الأرض ذكرهم. أولئك صرخوا والرب سمع ومن كل شدائدهم أنقذهم. قريب هو الرب من المنكسر القلوب ويخلص المنسحق الروح. كثيرة هي بلايا الصديق ومن جميعها ينجيه الرب. يحفظ جميع عظامه، واحد منها لا ينكسر. الشر يميت الشرير ومبغضو الصديق يعاقبون. الرب فادي نفوس عبيده وكل من اتكل عليه لا يعاقب. سفر الأمثال، الأصحاح 9. أعطي حكيما فيكون أوفر حكمة، علم صديقا فيزداد علما. بدء الحكمة مخافة الرب، ومعرفة القدوس فهم. إنجيل متى، الأصحاح 28. وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر، وإذا زلزلة عظيمة حدثت، لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه، وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج. فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات. فأجاب الملاك وقال للمرأتين: لا تخافا أنتما، فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب. ليس هو هاهنا، لأنه قام كما قال. هلما انظر الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه، واذهبا سريعا قولا لتلاميذه إنه قد قام من الأموات. ها هو يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه، ها أنا قد قلت لكما. فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم،
راقدتين لتخبرا تلاميذه، وفيما هما منطلقتان لتخبرا تلاميذه إذا يسوع لاقاهما وقال سلام لكما، فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له. فقال لهما يسوع لا تخافا، اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني. وفيما هما ذاهبتان إذا قوم من الحراس جاءوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل ما كان، فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا وأعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام. وإذا سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين. فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموه، فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم. وأما الأحد عشر تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع، ولما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم شكوا. فتقدم يسوع وكلمهم قائلا دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.